السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكافة الإخوة والأخوات المتابعين الأوفياء، واليوم إن شاء الله أود أن أخبركم بتحديث عاجل. فخلال هذا الأسبوع كما لاحظتم في بداية الأسبوع كان علي ضغط، يعني من ناحية الأنشطة الخاصة بالأكاديمية وأنشطة أخرى، فلاحظت أنه أصبحت لدي فوضى كبيرة في البرنامج، فقررت أن أخذ ليلة الأحد لكي أرتب الأمور وأركز وأنطلق من جديد. لكن خلال هذا الأسبوع، يعني رغم عملي بكل جهد على تلبية الطلبات وعلى كافة الأنشطة الأخرى، فلاحظت أنه لا زالت هناك فوضى، يعني لازلت أحتاج إلى ترتيب أموري أكثر وأكثر. لذلك يعني صراحة العمل جاري على قدم وساق، خاصة مع التحديثات الجديدة للفيسبوك لتقديم برنامج وركر في النسخة 301 بأقوى شكل ممكن وبأقوى فاعلية ممكنة. فالأمر يعني كما أستطيع أن أقول أنه حدث تحديث جديد للفيسبوك مؤخرا، الذي لاحظتموه أن فيسبوك أصبح يغير السيرش بار، يعني تارة يضعها في اليمين وفي مرة أخرى يضعها في اليسار. هذا بطبيعة الحال في الفيسبوك موبايل الذي أعمل عليه في الوركر. فأعددت هيكل جديد للوركر ليسهل علي كافة أمور البرمجة. فهذا الهيكل سيمكنني يعني مستقبلا بمجرد ظهور أي تحديث جديد لبرنامج وركر أن أدمج هذا التحديث بسرعة. الهدف الأساسي يعني الذي أحدثت لأجله هذا الهيكل البرمجي الذي أضع فيه الأكواد هو أن أسرع وتيرة التحديث. يعني لاحظ العديد من الأخوة والأخوات بالأخص في قسم التطوير جيم أن التحديثات بدأت تأخذ وقت أكبر، والسبب يعني هو أستطيع أن أقول خطأ قمت به عند بداية برمجتي للوركر. فهذا الخطأ الذي قمت به هو أنني لم أضع هيكل واضح للبرنامج، وهذا الهيكل يتيح إدماج أي تحديث جديد للبرنامج دون الحاجة إلى البحث في الكود ومحاولة عمل مكان لهذا البلوك من الكود وكل هذه الأمور. المهم، هذه أمور برمجية فقط لأوضح لكم. باختصار أظن أنني سأخصص، يعني سأوقف أنشطتي لثلاثة أيام أو لأسبوع تقريبا لأتفرغ لهذه المسألة، لأتفرغ إلى برمجة الهيكل، يعني أو ملء الهيكل الذي قمت بإعداده للبرنامج. بهذه الطريقة سأقدم برنامج أقوى، أشد فاعلية، وفور ظهور أي تحديث، يعني فور تغيير فيسبوك لأي شيء جديد في الكود الخاص به أستطيع التحديث في أقل من 24 ساعة. هذا من ناحية. باختصار أمر بأسبوع من التحديات. فهناك أيضا طلبات متأخرة، نظرا لأن هناك العديد من الأخوة والأخوات قاموا يعني بالانخراط في الدورة الاحترافية للتسويق على فيسبوك، كذلك هناك من قاموا باقتناء أحدث نسخة من الوركر، فسيكون هناك بعض التأخير في تلبية الطلبات، لأن أن أرسل لك النسخة القديمة فهذا يتطلب منك أن تقوم بتنصيب النسخة القديمة، ثم بعد ذلك أرسل لك النسخة الجديدة ويكون العمل مكرر. فأفضل أن أنتظر، يعني كما قلت لكم
سأخذ أسبوع لعمل هذا الأمر، فأحب أن أنتظر بعض الشيء وأعطي للجميع الملتحقين الجدد وكذلك كل من لديه برنامج ووركر بنسخته العادية أو الفي آي بي أعطيهم النسخة 301 جاهزة، يعني كي لا تكون هناك أي مشاكل. وأنا دائما معكم على اتصال، يعني على الفيسبوك، على الإيميل، كذلك على الهاتف، لا يوجد أي مشكل. نعم، هناك أيضا أمر معين، هناك تأخير في إرسال الجوائز الفائزين، يعني في مسابقة توب فانز، في المسابقات التي أضعها لبعض المنشورات هناك تأخير في إرسال الجوائز، وكما تعلمون أن هذا أيضا يتطلب عمل. لذلك يعني أرجو من جميع الإخوة والأخوات أصحاب الطلبات الذين ينتظرون التحديث الجديد لووركر، أصحاب الجوائز، أن يعني أن يصبروا معي هذا الأسبوع، وكذلك الذين ينتظرون مني رسائل يعني دروس جديدة على الإيميل، أن يصبروا معي إن شاء الله هذا الأسبوع لكي أرتب نفسي وأعيد ترتيب الأوراق، وفي نفس الوقت أقوم باللازم في برنامج في برمجة ووركر. كذلك هناك نقطة أحب أن أنبه إليها، إذا كان هناك أي واحد من الإخوة والأخوات قام بطلب شراء ولم يتوصل بمستحقاته، يعني بالبرنامج أو بالدورة التدريبية التي طلبها، سواء طلب المنظومة إكس، قسم تقنية الخاصة اليوتيوب، أو أي دورة من الدورات التدريبية التي أقدمها، أو أي برنامج، فأرجو أن يتصل بي هاتفيا لتنبيهي لهذا الأمر، لأنه لا أحب أن يبقى حق أي شخص لدي، يعني أحب أن أعطي كل شخص حقه. فيعني أظن أن هذا يعني كان مغزى هذا التحديث وهذا يعني هذه الرسالة العاجلة. فباختصار أحتاج هذا الأسبوع لأرتب نفسي وأنطلق معكم بمنتهى القوة، لا على الصعيد الخاص يعني الأقسام المدفوعة أو القسم العام. فهذه الأمور يعني كانت مغزى هذا التحديث. فنصيحتي لكم واصلوا العمل. نصيحتي للمبتدئين خاصة في نهاية هذا الفيديو، من أهم الأشياء التي يجب أن تركز عليها هي في بدايتك وفور دخولك إلى هذا المجال، التركيز على إتقان التعامل مع مدونات بلوجر. فركز على إتقان التعامل مع مدونات بلوجر، شاهد الدروس التي وضعتها في قناتي، شاهد الدروس التي يضعها الإخوة أو أي شخص قام بشرح البلوجر، أي شخص، أي درس تظن أنه مفيد لك أو سلسلة تدريبية متعلقة بالبلوجر، قم بمشاهدتها، لأن المنطلق ومدخلك إلى هذا المجال بالنسبة لي يعني وفي المنهج الذي أتبعه يبدأ من معرفتك وإتقانك لعملية إنشاء مدونة. أعتذر من كافة الإخوة والأخوات الذين تأخرت عليهم بعض الطلبات، الذين تأخرت عليهم الجوائز، الذين تأخرت عليهم يعني بعض الدروس في الإيميل وما إلى ذلك، أن يعني أرجو أن يعذروني في هذه الفترة وأن ينتظروا مني بعد يعني هذا الأسبوع أن أنطلق معهم وأنا مرتب وأنا جاهز وأنطلق معهم بمنتهى القوة إن شاء الله. أشكركم على حسن متابعتكم، أراكم إن شاء الله في فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.